صباح الفل، ورجعنا لكم مره تانية في نهار جديد. انا عايزه قبل ما ابتدي فقرتنا دي ارد اسراء جمال. بتقولي لي مفيش شغل. اسراء، انا اعلنت النهارده عن شغل، ويا ريت تقولي لي ايه المؤهل بتاعك، ايه الوظيفه بتاعتك اللي انت عايزاه عشان نلاقي يعني نبتدي نتكلم في شغل. استاذ محمد سمير، يعني انا تعليق حضرتك انا مش هقوله، مش عشان حاجه، بس التعليقات اللي بيكون فيها نوع من انواع التجاوز او الاهانه لاي حد او لا تناسب الاداب ولا الذوق العام فيما تتعلق بينا او ببلدنا او بشباب مصر كلهم، انا ما اقدرش اقولها خالص. حضرتك لو عندك راي ينفع يتقال واحنا بندخل كل بيت، حضرتك ممكن تقدر تكتبه. عبدو سامي بيصبح علينا، صباح الخير عليك، وبيقول لا هم كمان مش بيدفعوا فلوس، هم بيكتبوا شيكات على نفسهم، واول ما بيشتغلوا بيبعتوا الفلوس، وانا عايز اوصلها، واحنا كمان في وسط نار. صبح طبعا على رمضان. عاصم محمود، استاذ عمرو، استاذ عمرو، حضرتك بتتكلم دلوقتي عن الفقر والبطالة. انا اشتغلت كتير وفي ناس كتير بتشتغل وبتجتهد عشان توصل ان يبقى عندها دخل كويس. لو حضرتك عندكم حلول اتمنى ان انتوا تشاركونا بالحلول، لانه النقد لوحده عمره ما هيوصلنا لحل. هسه بنتكلم عن كارثة مركب رشيد، حالة من حالات كتير بتعبر عن أزمة الهجرة الغير شرعية اللي بقت كابوس عايشين فيه، خصوصا احنا بنتكلم كل تعزينا مره تانية. محدش قال ان انا طالعين نلوم الشباب، احنا طالعين النهارده نقول لناس تانية في حل، ارجوك ما تسيبش نفسك تموت، هدفنا هو الحل. بنتكلم عن امهات قلبها محروق، بنتكلم عن ناس كتير راح من قرايبهم، يعني غير اللي راح ولادهم، في محاولات ان هم يركبوا مركب غير شرعي في عرض البحر، يتوصلهم يتوصلهمش. القضية ليها أكتر من محور، في تفاصيل كتير جدا لازم نناقشها بشكل عملي، مش بس نزود العقوبات على اللي بيتاجروا في دم شبابنا، لكن احنا كمان عايزين نقدر نحاول زي ما بقول من بداية الحلقة، نحاول نساعد الشباب دول في ان هم يعيشوا حياة كريمة في بلدهم، بلدهم اللي بتمدلهم إيديهم، بلدهم اللي عايزة تاخدهم في حضنها. وده اللي احنا هنناقشه مع ضيوفي الكرام اللي منوريني النهارده. سياده النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، برحب بحضرتك، صباح الخير على حضرتك. ومعانا كمان الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، صباح الفل على حضرتك يا دكتور، برحب بحضرتك. انا يمكن خلينا نبتدي سياده النائب، انا عايزه اقول لحضرتك يمكن من ساعه ما حصل الحادثه دي تساؤلات في الشارع، اين القانون؟ ازاي المركب دي غادرت اصلا الشط وهي محملة بكل البشر دول لحد ما وصلت لعرض البحر وغرقت بدون ما يكون في أي رقابة ولا أي قانون رادع يخلي المشكلة المركب دي ما تتحركش من أساسه من الأول؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا طبعا أمام كارثة كبيرة جدا، وأمام سلبيات حصلت من حكومات سابقة ومن أنظمة سابقة. احنا أولا التشريع المصري، أنا هتكلم كرجل قانون، التشريع المصري لا يعترف أو لا يعني ما فيهوش حاجة اسمها جريمة الهجرة غير الشرعية، حتى قانون العقوبات ما بيجرمش هذا الموضوع إلا إن بيحاسب الشاب اللي هاجر طبعا بسبب إن هو سافر بدون جواز سفر، مش أكتر من كده. ولكن يوم 21 نوفمبر، وده قبل من انعقاد مجلس النواب، الحكومة وافقت على قانون، وهذا القانون 21 نوفمبر 2015 يجرم هذه الجريمة، جريمة الهجرة غير الشرعية. ولكن لتباطؤ الحكومة واللجان التشريعية اللي في قلب الحكومة، أو اللجنة التشريعية أو اللجنة اللي اختصت بإصدار هذا القانون، وهم قالوا إحنا والله إحنا أخرنا هذا القانون بسبب إن في تشابك ما بين جهات كبيرة جدا لابد من أخذ رأيها. طبعا عشان يتم تفعيل هذا القانون أو العمل به، عشان نمرر هذا القانون ويتم الموافقة عليه. إن إحنا مشكلتنا كبيرة قوي في مصر. التباطؤ في اتخاذ القرارات في الوقت اللازم. التباطؤ
واللامبالاة من قبل مسؤولين كتير جدا في مصر كبار جدا، المفروض يبقى عندهم حاسة الوطنية ان احنا في عهد جديد، احنا بنبني دولة جديدة في دستور جديد، لابد ان احنا نكون اسرع من كده بشوية. الشعب مش مستحمل، ولا هي كانت لازم منتظرا والرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما عمل امبارح كل يقول لهم حاجة، كل لابد حاجة الرئيس، لا كل حاجة الرئيس بقى حاجة لازم يصدر قرار بيها. ولكن القانون اللي جه انا يعني انا قريته ان هو قانون محترم، قانون يجرم هذه الجريمة ويعاقب عليها عقوبات شديدة تصل إلى المؤبد و500 ألف جنيه، ولا يجرم طبعا اللي هو المهاجر أو يعني انتفاء التهمة على الشخص اللي أقدم على بالضبط كده على المدنية وجنائيا على المهاجر. ولكن إحنا أمام منظومة أو منظمات إرهابية يعتبر، أو منظمات دي المنظمات دي تقوم بتهجير وتجار، يعتبر هو اتجار جرب البشر طبعا بالضبط كده. ولكن حضرتك احنا كاعضاء مجلس نواب مسؤولين مسؤوليه كبيره جدا امام الشعب المصري. احنا مرينا في الدوره الاولى بمشاريع كتيره جدا. البلد يا جماعه عاوزه ثوره تشريعيه، عاوزه ثوره تتكلم على أفكار. على فكره انه مريتوا بمشروعات قوانين كتيره جدا. ما فيش حاجه اصلي، احنا امام دوله كانت يعتبر دوله في مش موجود مستشرى فيها الفساد بطريقه بشعه، بطريقه تصل الى كل كيانات من كيانات الدوله. احنا دلوقتي امام مثلا دستور وامام قوانين احنا بنصدرها، وهذه القوانين تعد لاول مره في تاريخ مصر على فكره يا جماعه، تعد ماده. القانون كان يمرر. طب كان انا قبل ما ادخل، ليه احنا مش حاسين باصداء هذه القوانين؟ ليه الشعب مش حاسس؟ انا هرجع لحضرتك هرجع لحضرتك في ده، هي مش في يوم وليله. وهروح لدكتور مدحت يعني، بس قبل هستأذن حضرتك عشان احنا بس معانا مداخله هاتفيه على التليفون بقالها مده، لان سؤالي لحضرتك هام جدا. سهى من المنوفيه، صباح الفل يا سهى. الو صباح النور. صباح الفل عليك يا سهى، اتفضلي. صباح النور. صباح الفل، انا سامعاكي، اتفضلي. انا خلاص اعلام القاهره ومش لاقيه شغل. مستنيه اعلام؟ انا مخلصه اعلام القاهره ومش لاقيه شغل. ومش لاقيه شغل؟ طيب ممكن حضرتك تسيبي رقم تليفونك وبياناتك مع زملائنا في الكنترول. على فكره محطات كتير هنا جوه مدينه الانتاج الاعلامي بيبقوا طالبين ناس في الاعداد، وبيبقوا طالبين ناس في التصوير وفي الاخراج، وصدقيني ساعات بيبقوا مش لاقيين. فانا استاذنك لو سمحتي يا سهى سيبي رقم تليفونك، زمايلنا هيتواصلوا معاكي. يعني احنا بنقول لو اي حد دلوقتي، احنا معانا سهى هي خريجه اعلام او اي شركه حتى ليها علاقه بالاعلان او انتاج البرامج، المواقع، الصحف اللي موجوده، تقدروا دلوقتي تعلنوا عندنا لو يعني لو دلوقتي عندنا وظايف مفتوحه. انا بشكرك جدا يا سهى، لو سمحتي ما تقفيش التليفون. ارجع لحضرتك يا دكتور، الناس حاسه انه مصر بتعاني من ازمه اقتصاديه كبيره جدا، وانه ما فيش حلول سريعه لهذه الازمه. فكره ان المشروعات القوميه الكبيره الناس مش حاسه بيها برضو. قطاع يقول لك لا انا مش حاسس، انا ما تعمليش مشروع، انا لسه هستنى كام سنه عقبال ما الاقي نتيجته، انا عايز حل عملي على الارض. راي حضرتك في المشكله او في الازمه فين؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خالص العزاء للامه المصريه وللاسر الضحايا بشكل خاص في الحادث الاخير، لان احنا بنتكلم على تاريخ طويل كما تفضلتما، يعني من الحوادث المشابهه. نتكلم عن الظاهرة بشكل عام بس في عجالة، يعني احنا بنتكلم على ظاهرة الهجرة غير الشرعية اللي بتمثل حوالي من 10 إلى 15% من إجمالي حجم الهجرة في آخر يعني السيرفيز أو المسوح التي أجريت التقارير مسح يعني أجري من قبل الأمم المتحدة، وإجمالي المهاجرين في العالم بين 150 ل 180 مليون، فبنتكلم من 10 ل 15% هجرة غير شرعية. بتزيد في وقت الأزمات، بتزيد في المناطق المحتدم فيها الصراع زي اللي احنا عايشين فيه، المنطقة كلها يعني بتعج بصراعات إقليمية، فمن الطبيعي ان يكون في هذا النوع من الهجرات. الأزمة بتحصل امتى؟ الأزمة بتحصل احنا يمكن كنت عايز اقول برضو حاجة لسيادة النائب يعني نسأله فيها، لاني اعرف ان في قانون يجرم الهيومن ترافيكينج او يجرم الاتجار في البشر في مصر من 2010، ده حتى أشار إليه الرئيس السيسي في كلماته الأخيرة في الجمعية العامة.
المشكلة أن ننظر إلى الأزمة، إلى عرض الأزمة، ولا ننظر إلى أسبابها وإلى جذورها. الجذور متعلقة كما تفضلت حضرتك، هي أسباب اقتصادية بحتة. يعني قد يكون طبعا الجانب الثقافي والعلمي وكيفية أن حد ممكن يغرر بشخص أو كل ده طبيعي، لكن المنطق بيقول أن أنا عندي أزمة في التنمية في محافظات بعينها، وطبعا في مصر كلها، لكن في محافظات أكثر معاناة والقرى الأكثر فقرا هي الأكثر تصديرا لهذا النوع من الهجرات غير الشرعية. تمام. طيب يبقى الحل يكمن في إيه؟ في أن أنا أوفر عناصر التنمية في هذه القرى وهذه النجوع. تمام. الحديث عن فرص العمل جيد جدا، لكن احيانا كتير جدا بنشوف فرص عمل مشكلتها الوحيده ان هو يعني يقول لك انا عايز مثلا 1000 فرصه عمل، لكن بيتقدم ليها ناس، او حتى احيانا بيعزف عن التقدم. هقول ليه بيعزفوا في الاخر الاسباب نفسها. لا بيعزفوا دي ناخد عمر ونشوف ليه بيعزفوا، عشان بيعزفوا دي انا عمال اتكلم فيها من الصبح في ناس مش عايزه تسمعنا خالص. عمر من الشرقيه، صباح الفل عليك يا عمر. الو الو، عمر من القاهره. فين استاذ عمرو من القاهره؟ اتفضل يا فندم مع حضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. اولا عزائنا لكل اللي توفوا في الحادثه. انا اعتقد ان المشكله هنا مش يعني في مشكله اساسيه عندنا احنا كمسؤولين عنهم ككبار في السن. يعني احنا انا عندي 48 سنه، عندي شغل خاص، واعرف ناس كتيره جدا عندهم شغل خاص زي حالاتي في مجال الصناعه خصوصا اللي هي الدول بتقوم عليها، لكن للاسف مفيش اي اهتمام بيها، لان هي دي اللي بتعمل شباب يعرف يعني ايه معنى الانتماء ومعنى ان هو يكون موجود في وطنه. فرص العمل موجوده كتير، في مصانع كتير جدا بتقف وبتتوقف عشان مش لاقي عماله. في عندنا مشكلتين اساسيتين، مشكله العيب في العمل، وده للاسف اللي الشاب هنا بيدفع وبيموت عشان خاطر يهاجر ويسافر بره، وفي النهايه هو ما بيشتغلش بمؤهله، لكن هو عيب عليه انه يشتغل هنا في مصر بمؤهله. طب حضرتك شايف ده ليه يا استاذ عمرو؟ طيب دوت نتيجه ان احنا من البدايه ما غرسناش ده في شبابنا من وهم صغيرين. احنا واحنا صغيرين كنا بنطلع نشتغل رغم ان اهالينا مش محتاجين عمل، لكن كنا بنطلع عشان نشتغل عشان نعرف يعني ايه معنى الشغل. دلوقتي الشاب لغايه لما بيتخرج من الجامعه اهله اللي بيصرفوا عليه وبعد كده يجوزوه. طب حضرتك انت دلوقتي في شركتك دلوقتي بتلاقي مثلا، انت بتقول ان انت مش لاقي ناس تشتغل، ما بتلاقيش ناس تشتغل بسهوله. ما بتلاقيش عماله بسهوله بالظبط، ومش شركتي بس، حضرتك اسالي شوفي انزلي. طب حضرتك طالب عماله دلوقتي؟ حضرتك ما العماله بشكل عام، العماله بشكل عام، تمام، العماله بشكل عام عماله نادره. نادره. طيب ده جزء منه العزوف. ولو اشتغل ولو اشتغل ما بيكونش مستقر، يشتغل شهرين ثلاثه. ليه؟ لان هو ما اتعودش على اللي هو يشتغل في صناعه. هو عايز يشتغل في يقف بصفاره في الشارع، هو عايز الشغل. احنا نخلي دكتور مدحت يرد على حضرتك في الجزئيه دي. استاذ عمرو انا بشكرك. استاذ عمرو صاحب شركه بيقول عندنا ازمه عماله. طب احنا معانا مين تاني؟ علي. الو ايمان. ايمان صباح الخير يا ايمان. سمحت اتفضل. لو سمحت انا كنت عايزه اشارك في الموضوع ده، بحيث ما حدش بيتكلم على حكايه الزياده السكانيه. ما حدش بيتكلم على انه احنا طول ما احنا بنزيد بالطريقه دي بناكل حق الموجودين، ومش عارفين نلاقي حق الناس اللي هتيجي جديده، الناس الجيل الجديد ده. صح. يعني الزيادة السكانية دي مشكلة كبيرة جدا، ومحدش بيتكلم برضو في الإعلام انه ده احنا زمان كان بيقول انظر حولك. فاكرة حضرتك والله زمان؟ اتكلمنا يا مدام إيمان وقلنا للناس عندنا 4 مواليد كل دقيقة. حرام. الناس قعدت تقول هو انتوا يعني خلاص مش عايزين الناس تخلف؟ هو احنا مش هنخلف؟ هو انتوا كمان مش عايزيننا نعمل مش عارفة ايه؟ يعني حضرتك اليابان والصين كلهم عملوا ان هم عملوا شالوا الدعم اللي اكثر من 2. ايوه مع حضرتك. هل انت شايفه انه نسال برضو يعني ضيوفنا اللي منورنا، هل انت شايفه انه مصر دلوقتي المجتمع هيتقبل؟ هو طبعا كل الدول بتعمل كده. ايوه. لكن هل يعني الناس في الشارع هتتقبل ان الدوله تقول لك لو انت خلفت اكتر من طفلين انا مش هدعمهم؟ ما هم شايفين دلوقتي بيقول لك احنا مش حاسين باي حاجه. ما هو طبعا مش حاسين باي حاجه من المشاريع اللي بيعملها. طيب. انا بوعدك يا ايمان نفتح الموضوع ده حاضر تاني، بس احنا والله كنا قلنا هنا في نهار جديد. بس حاضر، انا بشكرك جدا يا ايمان. ناخد علاء. علاء من هنا. علاء، استاذ علاء. طيب
معلش يا استاذ علاء ارجع لنا تاني معلش. طيب دكتور متحف، العزوف له العزوف له شقين، شق متعلق بالمؤهلات المطلوبه مش بالضروره انها متوافره عند الناس المتقدمه، لان عندي فعلا كتله سكانيه كبيره وعندي فائض في سوق العمل، لكن هذا الفائض المعروض قدامي اللي موجود غير مؤهل. حتى كان الناس بتتنظر احيانا باحد رجال الاعمال الكبار في برنامج من البرامج بيقول ده انا عملت كذا فرصه عمل لما تقدم حد كنت طالب خبره 10 سنين. على فكره لسه احد زملائنا بيقول لي يعني انت اصل الوظيفه اللي بتتعرب بتبقى مش قد كده. لا ما هو هقول لك على حاجه، الحاجه الثانيه ده يعني في شق وفي عزوف اخر جانب نفسي، يعني ما تنكريش ان الاحساس بان في واسطه وفي محسوبيه موجوده ومستشاريه بتخلي قطاع كبير من الناس المؤهله ايضا ما تتقدمش خشيه ان يكون يعني المكان محجوز لحد، لكن ده الجانب الاصغر يعني. البطاله عندنا ما بتزيدش عن 12 ل 13%، دي نسبه كبيره، لكن في النهايه ما هياش النسبه المخيفه، خاصه اذا علمنا ان حوالي 90% من العماله في مصر مستوعبه في الصناعات المشروعات متناهيه الصغر اللي هي وفقا للتعريف اقل من 6 افراد بيشتغلوا فيها، متناهيه الصغر والصغير، والجزء الاكبر موجود يمكن 72% موجود في متناهيه الصغر. تخيلي انتاجيه هذا القطاع كله قليله جدا بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي، لان انا الانتاجيه بتاعتي بطلعها من مشروعات كبيره ومشروعات صناعيه وما الى ذلك. طب هي الفكره انه لما بيروح يبحث في الخارج عن فرصه عمل بيرتضي بهذه الوظائف اللي ممكن يكون هو هنا حضرتك بتشوفها؟ لا انا مش شايف انها سيئه، بالعكس انا شايف انها لا انا شايف ان احنا محتاجين ان احنا نعير هذه المشروعات اهميه. اعتقد ان المجلس بما ان معانا السيد نائب من البرلمان، مجلس النواب عمل لجنه للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ودي اول لجنه مستحدثه في اللجان النوعيه، ما كانتش موجوده قبل كده، لم تكن موجوده، لكن حتى الان لم نرى لها بصراحه انتاجيه. اعتقد ان مهم جدا ان احنا نبحث في انتاجيه هذه اللجنه، وان نبحث ايضا في ان كيف توفر الدوله البيئه. حضرتك اتكلمت عن المشروعات الكبيره، المشروعات القوميه، انا كان ليا مقالات في هذا الشان، واعتقد ان الاولويه الوطنيه دلوقتي تقتضي ان احنا ناخر هذه المشروعات، خاصه ما هو مستهلك منها للسيوله واكل للسيوله، وخاصه وان انا عندي انا بطبيعه الحال دوله كثيفه العمال مش كثيفه راس المال، ومحتاج ادور على مشروعات بطبيعتها تستوعب هذه العمال. اذا كانت المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر تمويلها قليل جدا وتستوعب قطاع كبير من العماله، كل اللي محتاجاه فكر لتسويقي وفكر ازاي تحتويها في اماكن مخصصه لهذا وتوفر لها البيئه المناسبه وتوفر لها البنيه الاساسيه، اذا كان هو ده اللي ناقص والدوله ممكن توفره فلا باس. طيب انا هرجع لحضرتك برضو لان انا عندي شكوى اخرى بتتعلق بالمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، وبعدين حضرتك ترد علينا فيها، بس اروح لسياده النائب بس اخد هناء. هناء صباح الفل عليك يا هناء. ايوه صباح النور. صباح الفل عليك، اتفضلي. انا عندي فكره يعني كانت متبعه زمان لعلاج البطاله. اتفضلي. يعني احنا كنا زمان استاذه هناء. طيب الشركات الخاصه ديت ما هي تساعد في انها تبقى حلقه الوصل بين الشباب دول في مكاتب يعني ما احنا في كل احنا اهو بنعرض اهو يا مدام هناء من الصبح بنقول اي شركه قطاع خاص عايزه تعلن عندنا عن طلب وظائف احنا موفرين ده في البرنامج وبالمجان بدون مقابل. تمام البرنامج انا بقول البرنامج برضو مش كفايه، انا بقول زمان كنا اللي متبع ونعمله دلوقتي. القوه العامله زمان كانت اللي بيتخرج كل مكان في مكتب قوة عاملة موجود لغاية دلوقتي. تمام. بنروح بنقدم فيه، كنا بنقدم اللي خد بكريوس، اللي خد الدبلوم، اللي خد اي شهادة بيروح يقدم فيه وبيكتب عنوانه وبيتابعوا، ما بنكملش شهرين وكانوا بيبعتوا دول في جامعة بلاش الحكومي، الخاص الشركات الخاصة هتقدم للقوة العاملة والشاب من دول هيروح يقدم في المكتب القريب منه زي ما كنا بنعمل زمان، ويبقى وزارة القوى العاملة هي الحلقة اللي بتوصل الشركات. ما هم بدخل انا. طب انا هقول لحضرتك على حاجة يا مدام هناء، حضرتك عارفة انه دلوقتي وزارة القوى العاملة عندها عند الموقع بتاعها الخاص بالقوى العاملة، ارجع بس انا هرد عليكي، نشرة اسمها نشرة التشغيل موجودة على موقع القوى العاملة، وكان قبل كده نورونا وعرضوا وظائف في القطاع الخاص، المشكله انها مش وظائف حكوميه، وظائف شركات قطاع خاص، ولم يتقدم حد للوظيفه. واحنا لحد دلوقتي ادخلوا، لان احنا عندنا عايزين التراب الميري يعني، مع الاسف يعني زي ما بيقولوا كده مستنيين الحكومه، تعيين في الحكومه، الجهاز الاداري للدوله الحكومه مليان بزياده عن اللزوم. فاللي موجود دلوقتي وظائف في شركات القطاع الخاص ممكن تكون بدخل في الاول بسيط. ناخد مروه. مروه صباح الفل يا مروه.
ايوه صباح النور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه؟ ازي حضرتك؟ إيه لو سمحتي، انا كنت عايزه اتكلم في نفس الموضوع اللي بتتكلموا فيه دلوقتي. دلوقتي انا زوجي مهندس ديكور وكان شغال في السياحه، وهو نحات وماتيرياليست وخبره فظيعه في الموضوع ده، حوالي 15 سنه او اكتر ما شاء الله. بس دلوقتي في المشكله ان هو لما ساب السياحه بسبب الازمه الاخيره دي عمره 45 سنه، كل ما نتقدم في وظيفه السن لا يسمح، اتقدم في كل الوظائف اللي في الدنيا، المشاريع جمعيتي، مشاريع الشباب، مشاريع اي حاجه، عنده استعداد لاعاده التاهيل لتغيير الكارير، مفيش اي مشكله، لكن في اي حاجه سنه 45 سنه لا يسمح. طب هو سنه 45 سنه بس احنا عندنا اطفال ما عدناش عارفين نعيش ازاي، مستوانا انحدر، كنا طبقه متوسطه اصبحنا دلوقتي من الطبقه الفقيره. فانا يعني انا شايفه ان احنا بننهار وبننزل لتحت بسبب حاجه زي كده. فانا دلوقتي مش بتكلم بس على مشكلتي الخاصه، لان في زينا كتير في نفس المجال دوت وفي غيره اللي عاملين في السياحه فطيب خلينا نقول دلوقتي هو عنده استعداد تغيير الكارير، اي فرصه ممكن يتوجه لها؟ طب انا استاذن حضرتك يا مدام مروه، ممكن حضرتك تسيب لنا بياناته من فضلك؟ سيبي لو سمحتي سيبي بياناتك، ما تقفليش، سيبي بيانات زوج حضرتك، ومن حقك تتكلمي على فكره في مشكلتك الخاصه، ومن حقك تدوري لها على حل. واحنا عارفين ان دي ازمه بيعاني منها ناس كتير جدا من العاملين في قطاع السياحه، بقى لهم 6 سنين بيعانوا من نفس الازمه ونفس المشكله. ارجع لحضرتك تاني سياده النايب، يمكن انا حابه ان احنا طول الوقت ناخد مداخلات عشان تسمعوا راي الناس، لان حضرتك يعني عضو مجلس نواب وبتمثل الشعب، بتمثل السن الشعبيه، ومش عشان يعني عن دايرتك فقط، ولكن ممثل للمصريين. حضرتك بتشوف من اراء الناس دي والكلام اللي ذكره دكتور مدحت، انا يعني هدفي من الحلقه النهارده البحث عن الحل. اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا مش عايزين نقول للناس ان الصوره جميله والاطار يعني او الصوره إطلاق. لا، الصوره في شباب كتير جدا محبط في مصر. محبط بسبب ايه بقى؟ بسبب ان معيار التعيين في مصر في معظم الكيانات معيار المحسوبيه والرشاوي. فالشباب كتير جدا محبط، ولكن برضك الشاب برضك عليه مسؤوليه، والحكومه عليها مسؤوليه، والنوبه عليها مسؤوليه. ما حدش هينجح لوحده، الحكومه مش هتنجح لوحدها، الوزير نفسه ينجح، عضو مجلس الشعب نفسه ينجح، الانسان المصري المفروض نفسه برضك يبقى عنده طاقه ان هو تدفعه للامام. طب احنا ليه مثلا حضرتك انا مستني إن احنا يعني نعمل ايه بقى؟ ايوه يعني انا مستني حضرتك دلوقتي تعمل لي لوحدك الحلول حضرتك. تمام. اولا دور مجلس النواب ان هو يصدر تشريعات قويه وعقوبات فيها حبس وجوبي يتصل للمؤبد القانون اللي احنا بنعمله. دي اول هو مشروع القانون ده؟ مشروع القانون لابد ان هو يطبق، لان التشريع المصري لا يعرف جريمه اسمها جريمه الهجره الشرعيه. احنا هنغلظ العقوبه، ده دورنا الاساسي، وبعد كده ان احنا نبتدي نسال وزاره الهجره او وزاره القوى العامله والهجره، انت وظيفتك ايه في مصر؟ انت بتقول الهجره، المفروض ان انا كوزير هجره او كوزيره هجره ان المفروض ان انا اعمل اتفاقيات وبروتوكولات مع بعض الدول، طالما ان في شباب نفسه يسافر خليه يسافر. السفر يا فندم مش عيب، الهجره مش عيب، دول كتيره جدا في اوروبا، احنا ما قلناش عيب، دول كتيره جدا. احنا زمان او في الثمانينات والتسعينات كان في اكتر من 12 مليون مصري بيسافر دول الخليج، وكان في 5 مليون في العراق. يا سياده النايب فحضرتك معلش هقف مع حضرتك. احنا لابد ان احنا نعمل قوانين. على الهجره انا بتكلم، عايز سافر بشكل شرعي. ما انا اما انا بتكلم على الشرعي، مش بتكلم على حاجه تانية خالص. تمام. انا اما كدوله، انا حضرتك ان انا انظم هذه الاجراءات السفر للشباب واعمل لهم عقود مع شركات واعمل بروتوكول مع دول محترمه واحفظ بيها كيان الشعب وكرامه الشاب المصري اللي هيسافر برضك، انا مش هخليه يسافر كده بس عن طريق الوزارات. الوزارات المفروض في مصر تقوم بدورها يا فندم. دي اول جزء بالنسبه للوزارات، وعضو مجلس او مجلس النواب يقوم بدوره التشريعي، والوزاره تقوم بدورها الفعلي في 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 اصدار او في ايجاد بروتوكولات وانشاء بروتوكولات ما بينها وما بين الدول السعوديه الخليج، ان احنا نعمل عقود محترمه عشان الشباب يسافر. دي نقطه. ناخد اعلان الوظائف ده. طيب معانا استاذ احمد فرج، احمد غانم، رئيس مجلس اداره شركه تكنو ايه؟ الو استاذ احمد. اهلا يا فندم، ازيك؟ تكنو اوفيس. ايوه ايوه صباح الفل على حضرتك. هو طبعا برنامج انا بشكر حضرتك عليه جدا، مبادره جميله جدا، كل البرامج تعمل كده. باختصار حضرتك، هو المشكله ان الشباب عايزه تفصل شغل بمزاجها، يعني هو بقول حضرتك المشكله ان احنا بنعمل اعلانات كتيره جدا جدا في الجرايد وعلى النت وما بيجيلناش حد. مش حضرتك عارفه ليه الوظائف اللي عند حضرتك ايه ازاي؟ احنا هدف الشغل بتاعنا كله في وزاره المبيعات. التوكيلات موجوده عندنا. احنا سواء بنات عن طريق بيبيعوا عن طريق الهاتف
ودي عندنا مجموعة كبيرة جدا من البنات في تخصصات مختلفة ومهارات مختلفة. تمام. وبالنسبة برضو في إدارة المبيعات نفس الشيء بالنسبة للشباب. التوكيلات دي توكيلات قوية جدا. مش عايز يعني أقول أسماء عشان ما تبقاش إعلان يعني. لا احنا فاتحين لحضرتك الإعلان وحطينا اسم الشركة على الشاشة. وده مبادرة مننا بدون مقابل. حضرتك قول لنا محتاج وظائف ايه واحنا احنا معاك. احنا محتاجين شباب خريجين يقدروا يتحملوا المسؤوليه. نعلمهم كويس ونديهم مرتبات كويسه هيشتغلوا. المرتبات معلش لو اقدر اعرف متوسطها قد ايه عشان في شباب برضه. حضرتك دي بتعتمد على الخبره طبعا وبتعتمد على هو فريش جرادويت لسه او لسه خريج جديد. طب الحد الادنى يا استاذ احمد بنتكلم في حدود ما بتقلش عن 1500 جنيه. 1500 جنيه تمام. ده الحد الادنى. ده غير العمولات غير بعض البدلات. بنعمله ميديكال انشورانس بنعمله تامينات اجتماعيه يعني بيبقى طبعاً. عنده تامينات وميديكال انشورانس وكل طبعاً حاجه. طبعا كل حاجه بس طبعاً. بعد برضه بيجتاز فتره الاختبار لان كل واحد إيه؟ بتكون 3 شهور. 3 شهور وبعدها بيتم التعيين. لا بيتم التثبيت الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها المزايا. بيتم العمل في التامين والتامين الصحي ده وضع طبيعي ده طبقا لقانون العمل مش مشكله. لكن هو لما بيروح ال3 شهور دول بيشتغلهم ببلاش يعني بتوع التدريب؟ لا طبعا بياخد مرتب وبياخد عمولات وبياخد كل حاجه وبياخد فتره طيب. التدريب طيب احنا انا طبعا احنا معانا اهو. انا بشكر حضرتك طبعا احنا بس عشان انا عندي تليفونات كتير جدا طلب وظايف واعلان عن وظايف. استاذ احمد غانم رئيس مجلس اداره شركه تكنو اوفيس بيعرض بيقول ان هو عنده وظايف محتاجين ناس في المبيعات سواء عن طريق التليفون يعني السيلز اللي بيبقوا عن طريق التليفون او مندوبين مبيعات بيقوموا بالتسويق يعني. وبيقول انه بيكون في فتره تدريب 3 شهور بعدها بيبقى في تامينات يعني تامين صحي خاص ميديكال انشورنس مش غير تامين الحكومه. وبيقول انه المرتب بيكون عندنا 1500 جنيه غير العمولات. اللي يحب يتقدم لهذه الوظيفه احنا اعلنا عن الشركه وكان معانا رئيس مجلس اداره وبيقول انه مش لاقي حد يجي يشتغل واحنا مكملين معاكم على مدار الايام الجايه كلها. اللي عايز شغل يقدم لنا اللي عايز يعمل مشروع ودكتور مدحت موجود يعني ماشي يا دكتور طبعا. اللي عايز يعمل مشروع وشباب وعنده مبلغ ومش عارف يعمل مشروع في ايه هتساعده ان شاء الله وهنقدم له النصيحه صحيح. والخبره الاستراتيجيه يعني يعني الاستشاره القانونيه اللي هو عايزها ونقول له يقدر يعمل ايه. واللي عايز وظيفه نوفر له وظيفه. سياده النائب عايزين قانون. اقول لحضرتك حاجه احنا دلوقتي احنا عاوزين نعرف ليه الشباب بتتوجه تقول لك انا عاوز ميري ما كانش ميري مش عاوز يتوظف فين وظيفه في حكومه. طب ايه ازاي انا لابد ان انا اوجد الحلول برضك مش انتقد بس. اولا ليه الشاب بيسيب العمل في القطاع الخاص رغم القطاع الخاص بيمثل اكتر بيمثل 85% من اقتصاد مصر بالموازي وغير الموازي. فاقول لحضرتك حاجه ان احنا نقول نجرم اولا كاعضاء مجلس نواب وان احنا نقدم مشاريع ان احنا نجرم الاستماره 6 دي ان الشاب بيروح شركه محترمه يقول لهم دلنا على استماره 6 بس ان هو ايه في اي وقت يمشيه. طبعا الشاب بيتجوز بيبتدي يخلفوا اولاد يبتدي يخاف على مستقبلهم عاوز بردك الميري حتى لو نص الفلوس او نص المرتب. طب احنا نحلها ازاي كاعضاء مجلس نواب وكمجلس لا احنا حضرتك لابد من تشريع قوانين تجريم هذه من يقدم هذه الاستماره 6 ومد على الناس. تاني حاجه حضرتك ان احنا نعمل للناس دي امان او تامين ليهم زي الحكومه بالظبط ان الناس دي يبقى ليهم معاشات محترمه الناس دي تخش في شرائح ان شركات التامين تساعد هؤلاء الناس وهؤلاء اصحاب الشركات تساعدهم برضك في معقوليه التامينات و مدى طبعا الحاجات دي يا فندم هتدي طمأنينة للشباب ان هو يتوظف في القطاع الخاص. ده لابد ده حل عملي احنا عشان وبرضك الشباب احنا عندنا اولا في سنتين اهو 5 مليون مهاجر. طب ال 5 مليون مهاجر دولك بيقطعوا بعض عشان يجي مصر ويشتغل وفي فعلا في فرص عمل ولكن احنا عندنا ثقافه برضك يا فندم ان احنا عاوزين الميري. طب انا في حد بعت لحضرتك رساله بيقول لي ارجوكي قوليها لسياده النائب. استاذ ايمن زكي بيقول لحضرتك انا بشتغل في احد البنوك ولما بيجي لي خريجين جداد انا بحس ان هو عايز على طول يشتغل مدير البنك. بالظبط كده. رغم ان شاء الله بعد ما نطبق ان البلد تمشي فيها ان الكفاءه هي معيار التعيين ومعيار الشغل مش السن ومش المحسوبيه ان شاء الله الشاب ده لو عاوز يبقى
محافظ البنك المركزي هيبقى محافظ البنك المركزي بإيه؟ بإمكانياته مش بالفهلوة. أنا هرجع لدكتور مدحت وحضرتك تديني برضو ردك في يعني السادة المشاهدين. احنا بنحاول دايما على فكرة، أنا عندي فعلا بجد حجم تليفون حضرتك مش ممكن تتخيله، يمكن انا بحاول انا بعتذر يعني ربنا يعني يجازيكم خير يعني عشان نتكلم يعني. انا بس هستاذن حضرتك بس عندنا بس اقول لحضرتك حاجه المبادره دي هي هو ده الاعلام بجد والله، ان انا بهتم بالمشكله وحلها في نفس الوقت بجد حل. احنا لو حضرتك يعني في احد مقدمي البرامج ناس محترمين جابت بعض المنتجات المصرية حضرتك وقالت دقاها دي او شركات معينة منتجات مصرية محترمة، لا حضرتك قولها. احنا على فكرة عملنا قبل كده مبادرة هنا كانت في البرنامج زون على مصر تخيلي مدى الاقبال، بس احنا عندنا عقدة خواجة شوية يعني. انا بس هرجع لدكتور مدحت، احنا عندنا مؤسسة اجيال التغيير عندها عايزين ناس تشتغل معاهم وسايبين رقم التليفون، بس يا ريت حضرتك تدينا استاذ محمد عبد العظيم عايزين بس حضرتك بيانات كافيه عن الوظيفه، يعني حضرتك مطلوب عندك وظيفه ايه؟ ده مهم عشان اللي عايز يتقدم للوظيفه ما يروحش يقدم على الفاضي وبعد كده يلاقي وظيفه مش ما تناسبوش او مش اللي هو عايزها. البيانات بس من فضلكم تكون كامله. دكتور مدحت تعليق حضرتك على الساده المشاهدين قالوا وردك على كلام سياده النائب انه دعوات النقد الاحباط فكره ان انا معايا 40 50 الف جنيه بروح ادفعهم عشان اموت. حضرتك خبير اقتصادي، انا بكلمك بلغه الارقام والفلوس. هل حضرتك بتشوف ان دول لا يصلحوا كنواه لاي مشروع حتى وان كان من متناهي الصغر اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ طيب خليني برضو اوضح ان ال 40 50 الف دول المشكله فيهم ان هم غالبا حد مستلفهم او بايع كل مدخراته او ما الى ذلك، فبرضو عشان نكون منصفين ما بيبقوش في ايده، يعني دول مش مدخرات طبيعيه قدر ان هو يجمعهم بشكل طبيعي. وبعدين الوعد في السفر في الخارج ان انت هتجيبهم حضرتك في اسره بعد بيتها بعد المنزل اللي عايشه فيه فما اقدرش اطالبها انها تبيع بيتها وتعيش في مصر. لا 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 اطلاقا، انا بتكلم على فكره. لا انا عايز اوصل الصوره بس كامله، ان هو كمان الوعد الاخر انك انت هتسافر اوروبا هتشتغل بكام؟ ال 1000 يورو هتجيب لك ال 10000 12000 جنيه في طب هو يصرف هناك في وقت بسيط وهيصرف كتير، بس هو هيقدر يعني العيشه في اوروبا لما هيقارنها بالمستوى اللي هو كان عايشه فيه ممكن. انا مش بسوغ الفكره اللي بتيجي، لكن انا عايز اوصل لازم نعيش نحط نفسنا مكانهم. الناس اللي بتجيلهم الحكايه دي اللي بتجيلهم المعلومات دي اللي بتجيلهم الدعايه بيفكر ان هو بيفكر ازاي؟ هو بيفكر ان هو خلي بالك ده طموح، يعني حتى الشخص اللي بيقول انا عايز ابقى مدير بنك اول ما اتخرج ده مش عيب، ده طموح مش عيب ده يعني خلينا دايما ننظر للجانب الجيد الجيد في الامر. يعني هو طبيعه الامر ان الاستاذ اللي بعت الرساله اتعود ان هو هيمشي زي الطابور في طابور لحد ما يوصل. الجيل الجديد مع التكنولوجي ومع الانفورميشن لا عايز ان هو يوصل بسرعه، هو شايف واحد زي الراجل بتاع مارك بتاع فيسبوك شاب صغير ومعاه ملايين هو عايز يبقى كده، ده مش وحش. لكن الوحش ان انا ابقى عايز ابقى كده وانا قاعد مكاني، هو ده الوحش. بالنسبه للفلوس دي لو الفلوس دي متجمعه عندك تقدر توفرها بشكل جيد، لا ممكن تعمل بيهم مشروع. لكن هذا المشروع عشان برضو نكون منصفين محتاج ان الدولة تفكر ازاي ان الناس بالفعل تستفيد من المبالغ اللي زي دي. يعني ايه تستفيد؟ ومش بالضرورة تكون معاك انت، المفروض ان انت حاجة زي بنك التنمية البنك الاجتماعي ده يوفر لك فلوس، المفروض مؤسسات كتيرة جدا موجودة في مصر بتوفر هذا النوع من التمويل متناهي الصغر كمان. طيب كان في ازمة يمكن الثلاجات اللي كانت موجودة كان انه ثلاث شباب يشتركوا في المشروع ودي كانت مطروحة من صندوق الاجتماعي للتنمية وتعمل منها كميات كبيرة جدا ولقوا انه العدد اللي بيتقدم للمشروع. طب ما تيجي نبص، انا راجل اقتصادي فببص تمام. للصورة الماكرو برضو ببص لمصر، مصر هتستفيد ايه من الثلاجات دي؟ خلينا نبص في نشاط انتاجي افضل، ايه رأيك؟ يعني لماذا لا نعد؟ ما احنا بنتكلم احنا عندنا مشكلة في نظام التعليم سواء الفني او العادي، ما نعد الناس انها اعداد سريع ومكثف، انها يبقى عندنا مهارات اللي بدأنا نفتقدها، مهارات انتاجية. وبعدين هذا الانتاج احنا بنتكلم على المنتج المصري، عارفه مشكله المنتج المصري كانت ايه؟ اللي هو ان كنا لسه بنشير للتسويق. لكن في منتج ومنتج سعره افضل ومنتج خامته كويسه جدا، لكن مفيش تسويق، يبقى انا عندي مشكله في حاضنات تسويق، اعمل حاضنات تسويق في المحافظات للمشروعات الصغيره في دمياط مثلا، انا عندي ورش هايله جدا، مش المطلوب ان انا اقفل الورش واحولها لمصانع زي ما في ناس بتفكر او بتقترح، ده غلط.
لازم الورش تفضل زي ما هي. الورشه دي على فكره كانت المدرسه اللي بيتعلم فيها الصبي كانت احسن من مدارس الفنيه ومشروع مبارك كول وغيره، لان كان الصبي بيتعلم على ايد الاسطى ويطلع اسطى. زي احنا كنا بنصور بنعمل تقرير في مصنع قادر للصناعات المتطوره، وانا عايزه اقول لحضرتك هناك ان المصنع كان بيقول ان هو ما عندوش عماله فنيه. انت عندك مشكله كبيره جدا. ما عندوش. لا احنا لازم نستوعب الفكره دي ان انت ما بقتش تنتج، وهي دي ازمه الدولار. ازمه الدولار جايه من ايه؟ من انتاج. ما فيش انتاج. ما نقعدش نلف ونقول لا احنا نحلها ازاي ونبدل مش عارف عمله معي. كل دي حلول للعرض. المرض ان انا ما عنديش انتاج. طيب انا ما عنديش انتاج ليه؟ لان ما عنديش تسويق، لان انا مش هنتج وحرمي، يبقى انا لازم اسوق كويس. وما عنديش انتاج ليه؟ ما عنديش مهارات، محتاج ان انا اركز في المهارات. يبقى لازم اعرف المشكله فين وابتدي اعالجها. لو انا اشتبكت مع المشكله بشكل مباشر وبدات اعالجها، هو ده اللي هيطلع لي نتيجه وعائد. انا عايز ادخل في انا لو باخد ورده من حضرتك، انا بكلمك عن حلم الهجره الغير شرعيه اللي هو بقى حلم الموت، هروب من يمكن الازمات اللي بيتحدث عنها سياده النائب وحضرتك اشرت ليها، يعني فكره انه دي بقت حاله احباط عامه مصدره لقطاع كبير جدا من الناس، فبقى خلاص انا بجازف ببيع بيتي واللي ورايا واللي قدامي بدون دراسه حتى، وبدون احنا مش ضد السفر ولا بدون ما اكون انا عندي وظيفه رايح لها اجيب منها. يعني هل حضرتك المبلغ اللي هو بيتعشم بيه ده هو رايح يشتغل بعقد عمل بره ولا ايه؟ هو واخد. انا على فكره انا تخصصي اداره مخاطر. هو واخد ريسك غير محسوب يمكن، او ريسك عالي جدا، ريسك اقرب للمقامره. طب ازاي يكون في توعيه ليهم؟ طيب انا عايز اديله توعيه، لكن عايز اديله حلول برضه. يعني طبعاً. انا عايز الشخص اللي عنده الازمه دي يبقى ليه منفذ يروح له عشان يتعامل او يحاول يحل له مشكلته دي. مش حل يلا الحكومه بابا وماما زي ما كنا عايشين من الستينات او من وده لازم ينتهي. مش عايزين كده. لكن الحل ازاي؟ ان انا اديله الصناره واعلمه الصيد زي ما بيقولوا. طب هل هو عنده صبر يتعلم الصيد؟ عنده نقص في التوعيه لازم ان انا اللي اوفره، لان خلي بالك العلاج لازم يكون مؤسسي. يعني الكلام على ان الاسره ستقوم، الاسره مؤسسه ايضا، لكن الاسره ستقوم بهذا واعتمد على هذا في الاجل القصير وان انا لا، مستحيل. لان الاسره نفسها مصادر تعليمها وتوعيتها جايه منين؟ ما احنا شايفين مصادر التوعيه والتعليم في مصر بقت عامله ازاي. خلينا نتكلم بصراحه. يبقى انا محتاج جهد مؤسسي، الدوله يجب ان تضع في اعتبارها ان انا عندي مشكله. التوعيه ده جانب واحد بس، يعني مش عايزين نصور للناس ان مفيش مشكله. لا يا جماعه، ولو قلنا كده للناس على فكره مش هيصدقونا وهيقلبوا القناه. في مشكله وفي ازمه. تمام. والناس حاسه بازمه وحاسه بقهر، ومحدش هيسافر ويرمي نفسه في البحر الا لو حاسس بقهر وخايف وحاسس ان هو الموت المحتمل ده نسبته افضل من ان هو عايش في في في, في حياه اسوا كتير. لا احنا عارفين ده كويس ومقدرين ده وبنراعي مشاعركم، لكن احنا عايزين نعرف ازاي نخرج الناس من الازمه دي، ازاي نخرج من حاله ان احنا لا يا جماعه ده في وظايف كتير وناس ما بتتقدم لهاش. صحيح، لكن في ناس كتير مش مؤهله. ازاي ناهل الناس؟ مش مؤهله للوظيفه. مش مؤهله للوظيفه. هو بيخلص تعليمه وبيبتدي ياخد كورسات. ده اللي اتعلم منه. الحاسب الالي. ده اللي اتعلم منه. ياخد كورسات في الانجليش. طب حضرتك معلش انا هاخد كورسات في لغات او هاخد كورسات بعد تخرجي و15 سنه تعليم. طب ليه وزاره التعليم ما تعملش اصلا من يعني هذا؟ يعني دي مادتين اساسيتين اللي هم هيشغلوا التعليم الناس. التعليم غير مؤهل لسوق العمل. التعليم غير مؤهل لسوق العمل. ده اللي اتعلم. كل حاجه بايظه. عندنا كل حاجه بايظه. كل حاجه بايظه. طيب التعليم. انا متفقه معاك سياده النائب ان انا اقعد اقول احنا عندنا كل حاجه بايظه. ماشي. بس على فكره موضوع الهجره ده فيهم في ثلاث محافظات، وثلاث محافظات دول عندهم ثقافه عند الشباب الطموح اللي عايز يسافر. احنا عندنا ايطاليا يعني مش كل مصر على فكره عاوزه تهاجر غير شرعي. يعني لا عندنا لا لا احنا بنتكلم عندنا محافظات الصعيد ومحافظات الجنوبيه كلها ما بيفكروش في الموضوع ده خالص. اصل انا اصلا هرجع لحضرتك على حاجه ثانيه سياده النائب، وانت كويس ان حضرتك ذكرت. بس بيهاجروا هجره داخليه. يعني محافظات الصعيد بتهاجر عشان عندها نقص تنميه، بتروح دول محافظات ثانيه كمان، بتروح محافظات ثانيه. انا يمكن قضيه المستريح اللي حصلت مؤخرا في قنا كم الفلوس اللي يعني ده كان برضو كان نوع من انواع البحث عن المكسب السريع اللي خلاهم يقعوا فريسه لنصاب. ما هو ده كان سمسار موت. أيوة. وجه بحري بيقعوا فيه. أي واحنا عندنا المستريح بتاع الصعيد اللي لم فلوس البلد. هل معنى كده ان حضرتك انا هل بتقول احنا عندنا كل حاجه فيها مشكلة؟ كل حاجة فيها مشكلة. طبعا. طيب انا هقعد لحد امتى اقول انا عندي كل حاجة فيها مشكلة؟ لغاية ان احنا بقى عندنا ثقافة. يعني هو الحكومة والنواب والشعب يبقى عنده ثقافة، كلنا يبقى احنا عاوزين نتطور، عاوزين ان احنا نعلم اولادنا. طب هو كلنا ده لازم يكون في استعداد. طبعا لا طبعا في حاجات على فكرة، يعني في مواد جديدة زي مواد التنمية البشرية اللي هي بتحفز الشباب، في حاجات ان انت تقدري تأهلي معيار، يعني الشاب يتأهل
يسافر بره مش مشكله يسافر لابد تأهيل يا فندم. انا سيادة النائب ان انا بسمع من حضرتك فكره انه يعني انا دايما بشوف الدنيا ما بشوفهاش كلها على بعضها بالظبط كده، يعني بشوف ما حدش هيبص من الدنيا من كل احنا كل واحد بيبص من زاويته. لا 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 مش من زاويته. يعني انا بشوف ان انا عندي ايجابيات وعندي سلبيات طبعا طبعا ده شيء، لكن طبيعي. ما بشوفش كل حاجه وحشه وما بشوفش كل حاجه حلوه، يعني ما بغمضش عيني ان انا عندي ازمه. عدم رشاده في الموارد. بصي حضرتك في حد قال نوقف الدعم عن اللي بيخلف اكتر من اثنين. خليني اقول لك، هي المشكله في ان انا بدي الدعم ولا المشكله ان الدعم اولا بيساء توزيعه، بيساء توزيعه، ثانيا بيسرق زي اللي بتسرق في القمح، والساده النواب كشفوا جريمه كبيره في سرقه الدعم. طب ده كان تحرك جاي. ما انا جاي ما انا ما قلتش حاجه، انا بقول ما انا بقول الدعم بيروح فين. هو دي المشكله، هل بيروح لمستحقيه؟ ادي اول حاجه. يبقى قبل ما اقول اقلل على مستحقيه اشوف الاول اللي المفروض يروح لمستحقيه رايح فين، واحاول ارشده واوصله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الدعم رايح غلط اصلا. انا بدعم التعليم، اقول انا عندي تعليم، انا عندي مجانيه تعليم، انا لا عندي مجانيه ولا عندي تعليم مبدئيا. يعني الناس بتتعلم على حسابها بفلوسها، تمام صح كده؟ ده اللي عايز يتعلم، اللي مش اللي بيتعلم من غير فلوس او بيعتمد على التعليم الحكومي ما بيتعلمش خالص، وادينا شايفين سوق العمل اهو ما بيعوزهمش خالص، صحيح؟ وما بيعرفوش يقروا، يعني يكفي انك تطلعي على واحد طالب في ثانويه عامه مش عارف يقرا يفك الخط، يبقى تعليم ايه ده؟ الكتاب كان احسن والله. خلينا نتكلم بصراحه، انا عندي دلوقتي ادعم، انا اوجه الدعم للتعليم الاساسي. لما يتوجه الدعم، فلوس الدعم دي كلها اللي جاي من التعليم الجامعي التعليم العالي والتعليم للتعليم الاساسي فقط، ثم اوفر للنوابغ والمتفوقين منح ان شاء الله لحد الدكتوراه، ان شاء الله اسفرهم بره على حساب الدوله لانهم نوابغ ويستحقوا، هو ده هو ده. لكن الفلوس هتروح فين بقى؟ هتروح هتتركز بقى في المرحله الاساسيه، وليكن لسته ابتدائي او لثالثه اعدادي، هتتركز في ايه بقى؟ تعليم جيد، فصول جيده. حضرتك بتشوف انه الموازنه العامه او الميزانيه محتاجه اعاده ترتيب، كل ده ريشفل. انا الموازنه العامه اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي تلتها فوائد دلوقتي، تلتها فوائد، تخيل فوائد ديون، وكان الاول اكبر مكون هو الاجور، دلوقتي تلت فوائد وتلت اجور. انا يعني خلاص ما بقاش فيه، يعني ما بقاش فيه شويه دعم وباقي كله استثمارات. بترجع ليه لجنه الصحه في مجلس النواب يطلبوا زياده ميزانيه الصحه، فنقول ان الميزانيه مفيش، نروح للجنه التعليم في مجلس النواب يبقوا عايزين عشان يطوروا الميزانيه اكتر. ده فيبقى ده ميزانيه التعليم كلها اجور مبدئيا. طيب اجور على ايه اذا كان اصلا مفيش انتاجيه؟ طب ما انت دلوقتي هتقلل ازاي الاجور بتاعت كم المدرسين اللي موجودين في وزاره التربيه والتعليم، والاجور والمرتبات والعاملين والافراد؟ هو بص هقول لحضرتك حاجه، احنا في مرحله صعبه جدا اقتصاديا، ولكن في حاجات مش هينفع ان احنا ما نقدرش ندعمها زي التعليم والصحه والغذاء. لا 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 انا ما بتكلمش على الغاء الدعم. لا مش الغاء الدعم، الغاء الدعم ده مستحيل يا فندم. انا بتكلم منين؟ انا بتكلم منين؟ لا ما هو بقول لحضرتك على حل بسيط قوي قوي، يعني احنا انا اتمنى لما بتكلم على الفساد، مش الفساد مش سرقه فلوس بس، الفساد بالنسبة لوجهة نظر خالد عبد العزيز، الفساد ده يعني سوء إدارة موارد هذه الدولة الضخمة. احنا على فكرة عندنا موارد وعندنا كل حاجة، ولكن احنا مش عارفين يعني عندنا سوء إدارة فظيع، عندنا لا مبالاة، عندنا لا مبالاة، وعندنا بطء في اتخاذ القرارات في كل شيء في مصر. الشعب أحبط عشان أو في جزء من الشعب كبير أحبط، ولكن في مشاريع كبيرة احنا شايفينها في الدولة، واللي بيطلع خارج القاهرة بيشوف المشاريع الكبيرة، بس المشاريع الكبيرة دي احنا هنحصلها بعد 5 سنين بعد 10 سنين. في الشباب مع التطور التكنولوجي مش مستحملين أي حاجة، مش مستحملين. طب هو مين اللي هيبني يا سيادة النائب؟ معلش يعني اما الشباب مش مستحمل والشعب التوعية مش صابر التوعية ومجلس النواب شايف كل حاجه فيها ازمه والتعليم بايظ والصحه بايظه، طب نعمل ايه؟ طب ما هو انا لما اطلع اقول الكلام ده كله حتى بص يا نايب، انا لما اطلع اقول الكلام ده ما تلومش اللي بيروح يجيب فلوس عشان يموت بالظبط كده، لانك ما بتدروش حل. طب اقول لحضرتك حاجه، احنا ما عندناش تسويق لاي حاجه. يعني ما حضرتك احنا حضرتك انا حضرتك لحد دلوقتي سياده النايب ما اديتنيش فكره اسوقها حتى انا من خلال البرنامج. اقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا فكره البرنامج بالنسبه للتسويق، انا كان برنامج الطموح ليا ان انا اعمل جمعيه، ان الجمعيه دي اضم فيها السيفيهات بتاعت شباب مثلا منطقتي، ده انا اكبر احياء مصر كسكان. لا احنا نضم سيفيهات مصر لا يعني كل واحد في المربع كلها. يعني عشان ايه العمليه ما تتشتتش، فاحنا كل عضو او كل راجل مسؤول. طب حضرتك ما عملتش كده ليه؟
لا انا بعمل كده، انا بتعمل عامل كده. اه طبعا ده تمام. اساسي ان انا بجمع السيفيهات يعني كل اللي حضرتك ما فيهاش شباب كتيره جدا. لا شباب كتيره جدا، ولكن انا بتعاون مع بعض الشركات في مصر، الناس اللي بتصرف الاف الجنيهات على الاعلانات والدعايه عشان عاوزين وظائف، عاوزين شباب، انا بجهز الشباب ديت وبيروح الشاب وبيبص على الشركه. هل كل نايب هل في كل دايره بيعمل كده؟ الله اعلم بقى، بس هم شغالين. احنا عندنا ما شاء الله في المجلس يجي 250 شاب افكارهم متحرره، ما عندناش احنا على فكره. طب موضوع مجلس النواب يا جماعه اتغير شويه. احنا 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 عشان وقتنا دكتور مدحت روشته حضرتك الاخيره. طيب انا عايز اكمل فكرتي عن التعليم عشان ما بقاش عمل يعني قلت احنا لحضرتك بس عشان وقتنا. لا ما انا عايز اكملها ليه؟ لا عشان ما بقاش قلت جزء من الحل وما كملتش، ما ردتش على حضرتك لما قلت لي لان سياده النائب كان بيتكلم فما رضيتش اقاطعه. لما قلت طب والاجور هنعمل فيها ايه؟ لا انت لما هتوقف الدعم عند مرحله معينه، المراحل الاخرى اللي هي مليان فيها مدرسين كتير جدا بياخدوا اجورهم من الدوله، هيبقى اجورهم بياخدوها من المصاريف اللي هو حصل دلوقتي بس بشكل غير مباشر من الدروس الخصوصية باختصار شديد. يعني الدروس الخصوصية دي هتتحول إلى مصاريف بيدفعها القادر، اللي مش قادر هيقدر يوجه التعليم أو هيوجه ابنه لمسار آخر. دي من ناحية أخرى، دي ناحية أخرى. طالما أنه هو مش مؤهل وهو شاطر ومتفوق الدولة هي اللي هتعلمه. فدي نقطة. دي بنكمل الروشتة عشان تبقى متكاملة. مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر محتاجة عناية من الدولة، عناية تشريعية، دي أقل جزء مكون لأن التشريعات موجودة، لكن عناية مؤسسية، عناية في التمويل، عناية في التسويق، عناية في التأهيل والترفيق. طبعا ترفيق الأراضي وما إلى ذلك. ما جيش أقول لواحد واخد أرض مثلا عشان يعمل عليها مصنع وكل فلوسه وعايز يعمل بها المصنع أو الورشة الصغيرة، لا ده أنت لازم تبني سور بمليون جنيه قبل ما تشتغل. يا نهار أبيض، ما حدش بيشتغل، كله يروح رامي الأرض وما فيش شغل. كتير جدا على فكرة مشروعات بالمنظر ده واقفة لهذا السبب. بعد ما بنى وبعد ما عمل وبعد ما انتج بقى لازم يقدر يبقى عنده منافذ للتسويق داخل وخارج الجمهوريه من خلال حاضنات. حاضنات دي بتشتغل على اكتر من مصنع. اذن يبقى هنوصل في الاخر يا دكتور ان الازمه ازمه تفكير، مفيش تفكير جيد طبعا، مفيش حلول حاسمه للازمه، وفي هدر في الموارد، وفي هدر في الموارد، وفي وهدر في الموارد. وبصراحه يعني ان سمحتوا ليا انا بشوف ان المسؤوليه مش مسؤوليه مش حكومه، مش مجلس نواب، مش شعب لوحده، دي مسؤولية كل الأطراف دي. ولو كل واحد فيهم انتظر الحل، أنا الشعب لو منتظر الحل من الحكومة أنا مش هلاقيه، الحكومة ما تقدرش تعمل لوحدها. ولو الحكومة منتظرة الحل من الشعب لوحده محدش هيقدر يعمل الكلام ده كله. ولو السادة النواب ما كانش عندهم ذرة الأمل أو بصيص الأمل اللي بيوجدوه للشعب اللي موجود، يعني الفكرة مش إن أنا بعمل تشريع وقانون فقط لا غير، ولكن عليا إن أنا أكون دايما ببحث عن آليات تنفيذ. عندنا قرارات جميلة جدا بس ما عندناش آليات تنفيذ صحيحة، وعندهم الشكل الرقابي كمان مش بس التشريع طبعا. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب نورتنا. بشكر الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي نورتنا. مشاهدينا في نهار جديد لسه فقراتنا معاكم مستمرة، هنتكلم بعد موجز العاشرة عن موضوع الأسعار، شايفينه ازاي دلوقتي؟ طب هل الجهود اللي الدولة بتعملها جابت نتيجة في الشارع؟ الناس لسه حاسة ان الأسعار غالية، ايه اللي غالي بالظبط؟ ايه الأماكن اللي انتوا بتحسوا انها فيها تجاوز من التجار؟ جهاز حماية المستهلك بيتحرك جد ولا لا؟ اي شكوى هنستقبلها بعد الموجز، ونروح للموجز مرة أخرى مع زميلتنا مروة شبراوي. إليكي يا مروة وبصبح عليكي مرة تانية. صباح الخير عليك يا أسماء، وصباح الخير عليكم مشاهدينا إلى موجز العاشرة، ونبدأ مع تطورات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعي.